بسم الله. تمارين هنا. وي أجيب عن الأسئلة الآتية. جابوا إنان دي بادي أردد. هنا. فوف نون يال الله فوف يال تردرس ما هنك. أين ذهب أبو إبراهيم؟ ذهب إلى السوق. وأين ذهبت أمه؟ ذهبت إلى خالته. إلى خالتي. إلى إلى خالتي. فهم؟ ذهبت إلى خالتي ولا ذهبت إلى خالتي إبراهيم هنا؟ متى رجع إبراهيم من المدرسة؟ رجع إبراهيم من المدرسة. بعد الحصة بعد الحصة بعد الحصة الأولى بعد الحصة الأولى واضح. وين؟ ضع هذه الألامة. والعلامة صح أمام الجمل الصحيحة. وهذه الألامة أي علامة الخطأ أمام الجمل غير الصحيحة. ونا. وين؟ إبراهيم ابن أخت يوسف. صح. يوسف أم إبراهيم. خطأ. كون دمك. وخاله هنا نوندي أخوات إبراهيم ذهبنا إلى المكتبة. خطأ. أين ذهبنا؟ ذهبنا إلى المدرسة. إخوة إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. صح. ما ذهب إبراهيم إلى الطبيب؟ خطأ، لأنه ذهب إلى الطبيب. وانا دع في الأماكن الخالية فيما يلي الفئل ذهب وعسنده إلى الدمير المناسب. وما دع يا ود في الأماكن الخالية نكوجد ود من ذاك هيدر ود فيما يلي كفاي أرده الفئل فئل من غندو دا تاو فئل ما دين ذهب أفهم وعسنده كدي إلى الدمير المناسب يا توجن فئلو في ود الدمير جادو إيه الأولاد ذهبوا إلى الملعب إلى الملعب ونوك الأولاد ذهبوا أرنوك ذهب دمير ناسب وهو الجمع وذهبوا إلى الملعب ونا الطالبات ذهبنا إلى المدرسة. جميل جدا. المدرس ذهب إلى الفصل. أنا ذهبت إلى المطار. أختي ذهبت إلى المطبخ. جميل. أين ذهبت؟ أين ذهبت أنت؟ رنجالة رنجالة أن والله رنجالة أن. وبي جوني صحيح الجمل الآتي. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. صحيح أم خطأ؟ لماذا؟ مستشفى. صح؟ أذهبت إلى المستشفى يا محمد. أذهبت. خطأ. خطأ. لماذا؟ أذهبت. المثنى. كنت لازم أذهب. أذهب. انظر جيدا. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. أعينوا أخاكم. أعينوه قلت لكم. لا وما صحيح الجمل الآتية. إن كنت سبت الغائب قلنا وصحيح الجمل الآتية. أذهبت إلى المستشفى يا محمد. فإن كان صحيحا فما الدليل؟ فإن كان خطأ فما الدليل؟ خطأ. لماذا؟ لأن الفعل لا الفعل صحيح. فالفعل فالفعل صحيح. العلة ليس أن تدور الفعل على أنه مضارعا أو ماضيا أو أمرا. لا صحيح الجملة.
فإن كان صين هذا هو 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 أذهبت إلى المستشفى يا محمد. صح؟ صح؟ إذن فأحتاج إلى دليل، كيف أن يكون صحيحا وليس لديكم دليل؟ ذهبت إلى المستشفى يا محمد. نعم ذهبت. في فاعل وين ده؟ فاعل وفاعل نعم. قلت لكم أن الفعل صحيح فاتركوه أو ضعوه إلى محل أو في مكانه. ولكن صحيحه ما بقي؟ أذهبت إلى المستشفى يا محمد. فإن كان صحيحا أحتاج إلى دليل واضح، فإن كان خطأ أيضا إلى أبو رحمة صاحب الدرس. باب يقول له تنظر إلى الجوي والله لا تشير الجوب لا إله إلا الله. أذهبت كخطأ لماذا؟ لأن الفاعل فاعل ويقول أذهب فتفيدك أذهبت إلى المستشفى يا محمد كذمير المخاطب فتواندي وما هو صحيح الجمل سيما صحيح في القرآن أي ياسين لبسين ولا ما هو صحيح الجمل لاتي إي جوانا فتيوم جملة جدوا الضوء لبسين لا لا يقص سيما صفر نيو دوخي عندما نيو صفهم على صفر شلو وجهك فاعل ni yumul fiiru nga ci moy placement heddi ko faido faido ko tafuti wonde azhabta anta ila al mustashfa ya muhammad azhabta kan ko yuta zahi faido taw ko fay fiido ko zahaba wana uyma giladan ko dafi al amakin khaliya fi ma yali al fi'la zahaba zahaba ko fiido wana jo non ko faido digi cede فائلو فنو وندكو أذهبت إلى المستشفى يا محمد تنفلسين كذلك فائلو سن واضح آمنة وفاطمة وزينب رجعوا من الجامعة صحيح أم خطأ صحيح صحيح آمنة وفاطمة وزينب ذهبت أنا ذهبت أنا ذهبت أي أنا ذهبت فانكو أنت ويدو يجب كنت أنت يا محمد أذهبت يا محمد أذهبت إلى المستشفى يا محمد محمد أي أي أكثر ولا يهاي محمد هذا قل زي محمد مية أكثر ولا بيهاي آمنة وفاطمة وزينب رجعنا رجعنا من الجامع صحيح وأنا رجع وكو خطأ ودك رجعنا من الجامع من الجامعة زملائي ذهب إلى مكة صحيح صحيح زملائي ذهبوا إلى مكة زملائي ذهبوا إلى مكة أنا رجعت من الرياض أمس أنا رجعت أقول أنا رجعت رجعتك خطأ أنا رجعت من الرياض ما أتيم الأم من الرياض وني كابيتال عربي سعودي أمس أنت وأنا مريم وبنتها وبناتها ذهبت إلى جدة صحيح الجملة مريم وبناتها ذهبت إلى جدة ذهبنا إلى جدة وأنا ذهبت أو خطأ وذهبنا إلى جدة أمي قال أنا مريض صحيح أمي قال أنا مريض أنا مريض أمي قالت أنا مريض قالت أمي قالت أنا مريض واضح وعجب عن الأسئلة الآتية بالنفي مستعملا ما نام جابوا نام دي غاروجي دي ديوترا ما أذهب إلى المدر أذهبت إلى المدرسة أمس ما ذهبت إلى المدرسة أمس أذهبت إلى المدرسة أمس وعجب أجب فقط أجب كجاب جاب عن مستعملا ما لا مستعملا ما
ما ذهبت إلى المدرسة أمس. بس ما ذهبت إلى المدرسة أمس. أرجع أبوك من بغداد. ما رجع أبي من بغداد. ما رجع أبي من أذهبت أختك إلى المستشفى. ما ذهبت أختي إلى المستشفى. واضح. جون تعمل ما يلي. ها؟ وأنا استهت أنا من الحيوان. المجك. جكري. هذا سو قص. بسم الله. أوي تعمل ما يلي. لأن. ليو. لأن. لي. فيليس. أن. وأن من أخواتي. إن. أن إن فوف. فوتي. نعم ما تكدي كو غوتو لان بدا كدي هو افاني لانه افاني ساودي لي ان ركر ماكو لي ان ساودي لي فيليس ان ودا ركر ماكو لي ان ها ساودي كدي لي ان فيليس هو ركر ما لانه ساودي لي ان فيليس هي لانها قال لانها لأن فيليس أنت لأنك ولا لأنك فوف وانا مبان جون رجع حامد من المدرسة لأنه مريض حامد أرتي أكل هو ودي أفان لا أكل لام السبب يتي لامو لام على اللام على لام الملك على لام السبب أكل لام لام السبب أي سبب رجوعه من المدرسة لأنه مريض فأنا رجع حامد من المدرسة لأنه مريض. رجعت آمنة من المدرسة لأنها مريضة. رجعت من المدرسة لأنني ولا لأني مريض. رجعت من المدرسة. كنت بحالف. أنا دبير كرجعت. قولك بير كرجعت. ما أرتيه. من المدرسة لأنني مريضة وأندما قالوا أوكو كتب أو يقرأ المثال ثم أجب عن الأسئلة الآتية بنعم أو بلا جنب مثال قالوا جابر دا نام دي قالوا جدي إما جابر دا نعم وني أو بلا والله أذهبت إلى المدرسة أمس نعم ذهبت أما ذهبت إلى المدرسة أمس بلا ذهبت هو نعم so adi arandi ma ama so wi tan adhabta ila al madrasati ams wi tab na'am so wi monon ama dhahabta su'al wundi e nafyu ama dhahabta ndera aya ali ila al madrasati ams sala jabo ma teta waka jano bita ko bala dhahabta afan araja'a abuka min as-suqi na'am raja'a bi min as-suqi ama raja'a abuka min as-suqi بلا رجع من السويد وانا اذهبت ليلى الى الجامعه نعم ذهبت الى الجامعه اما ذهب اخوك الى الرياض بلا ذهب اخي الى الرياض وانا فامي قالكو ادراتا اذهبت وذاك ما سد جابر للتقرير نعم قالكو وندي ما سد جابر بلا قدر الجواب فهم وكيف الجواب المسكتي اللهم صل على سيدنا محمد وسلم الحمد لله.